الباقر صلوات الله عليه في الكافي في المجلد الثالث صفحة 220 الإمام يخاطب الراوي ويقول له إن أصبت بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول الله فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط أعظم فجيعة حلت بالبشرية هي فجيعة فقد خاتم الأنبياء. هذا الوجود المعطاء، فقد مثل هذا الوجود أعظم مصيبة حلت بالبشرية على الإطلاق، مو البشرية فقط. لاحظوا، فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط، مو البشرية فقط، الملائكة لم يصابوا بمصيبة كمصيبتهم بفقد خاتم الأنبياء. الموجودات كلها، الخلائق كما يقول العلماء جمع محلى بأل.